Quite good. ف تمام، كريتنا الكلاس عايزين نكريت البروبرتيز بتاعته، فانا هقول سيف اس كده واعمل انذر اكزامبل. هنقول بقى كريت الكلاس بروبرتيز. طيب عشان اعمل ده فانا اكيد كلمه كلاس اتغيرت بقى بروبرتي. والله ده الموضوع سهل، انا اول مره ما كريت الداتابيس سميته داتابيس، لما اشتغلت على الكلاس سميته كلاس، لما هشتغل على البروبرتي هسميه بروبرتي وخلصنا. طبعا اسم الداتابيس عشان يبقى عارف انا فين، واسم الكلاس اللي انت هتشتغل عليه في اوضه البروبرتيز. جميل، مش اي مشكله. تمام طيب، والاثنتيكيشن طبعا موجود، الاثنتيكيشن طبعا ايه؟ طبعا موجود. فاضل لي ايه؟ البروبرتيز ذات نفسها موجوده فين؟ البروبرتيز ذات نفسها انا هحطها هنا بعد في ضمن الحاجات، مش هنبعتها في الهيدرز، هنبعتها في حاجه اسمها الجيسون. تمام؟ وابدا ابعت له الايه؟ البيانات اللي انا عايز ابعتها للبروبرتي بشكل معين. هو خلاص الجيسون ده اوبجكت. تمام؟ واجي قايل له ايه؟ اسمي بقى مثلا اقول له الام اندرسكور اي دي. تمام؟ الام اندرسكور اي دي واعمل كولون ومحدد اوبجكت تاني وقايل له مثلا البروبرتي تايب اسمها كده بروبرتي تايب، حدد نوعها وليكن مثلا سترينج. ده الام اي دي. تمام؟ كوما كده حددت بس ان الام اي دي نفس الشكل اللي انا بعمله دلوقتي. وهنا مثلا الايميل اسم الموظف سترينج، ماشي الحال. الجوب مثلا سترينج برضه. طب عايزين حاجه نغير، عايزين مثلا ايه؟ هات السالري. السالري مثلا هيبقى ايه؟ السالري هيبقى فلوت ارقام فيها كسر. هات مثلا هاير ديت اللي هو تاريخ التعيين. تاريخ التعيين ده هيبقى ايه؟ هيبقى ديت. تمام؟ هيبقى ديت. ماشي، معانا ديت، معانا سترينج، معانا فلوت، معانا يعني معانا ارقام وتواريخ ونصوص، واهم حاجه حلوين. مفيش هنا بقى كوما خلاص بعد اخر واحد. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ بعتنا على اليو ار ال بتاعنا، بعتنا الاوثنتيكيشن. تمام؟ وبعتنا الجيسون اللي احنا عملناه بتاع البروبرتيز. وبعد كده عندنا بقى ايه؟ الستاتس كودز بتاعتنا اللي احنا نقدر نشتغل عليها. طيب الستاتس كود اللي هنشتغل عليها دكتور. نعم محتاج. طيب التايب بتاع الستاتس كود اللي هو السؤال بتاع زميلنا بيقول ايه؟ بيقول ان احنا هنا كاتبين انواع البيانات يعني كلها. طب خلينا ايه نقول مثلا دي سترينج كده واحده، سترينج من ضمن السترينجز. هل هتفرق؟ لا مش هتفرق. يعني واحده كابتر واحده سمول، واحده كابتر واحده سمول، ما فرقتش يعني. دي هتبين معانا قوي. طيب 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 ماشي. هنا على 200 كلاس بروبرتيز كرييتد سكسسفولي. خليني هنا هكتب طبعا الايه؟ الريسبونس، عشان هيطلع حاجات كتير. وهنا الستاتس كود وهقول له اي كانو كرييت ذا بروبرتيز. ممكن سؤال لو سمحت دكتور؟ في الغالب احنا الحاجات اللي بتبقى مكتوبه بين دبل كوتيشن في غالب البرمجه ما بتبقاش ليها دعوه بالموضوع بتاع الكيس سنس. لكن المره دي في قصه، ايه هي؟ ان النصوص اللي انت كاتبها دي هي فعليا هتروح هناك على انجن تاني. بس ثواني يا دكتور، الانجن معلش اكمل السؤال. انا اسف اني بقطع حضرتك. لا اصل هو ليه بسال، بكمل السؤال لان فبنقول تاني معلش اكد على المعلومه. مفترض
معلومه كده كانت بتسال اي حد مبتدئ في البرمجه، نقول له ان ما بين دبل كوتيشن اكتب السترينج اللي انت عايزه، كابيتال سمول ما فيش اي كلام من ده لازم. ده بشكل عند مستوى معين الكلام ده صح، لكن بعد كده انت بتعمل ايه؟ انت بتتنقل لفكره ان المره دي القصه مش كده، القصه ان السترينجز ديت المبعوثه دي هتروح على انجن، الانجن ده اسمه اورينت داتابيز، اورينت داتابيز دي هتبدا تقرا الكلام ده ليه معنى عندها معنى برمجي. فلو هي حساسه سنسيتيف لحاله حرف معين هتبقى حساسه دي، ابعتها هنا سترينج وابعتها هنا كابيتال او سمول عكس اللي هناك وهي هتضرب. هنا كبايثون هيعدي، البايثون هنا هيعدي لانه عباره عن سترينج هيبعته كما هو، لكن لو هناك هو سنسيتيف لحاله معينه من الحروف هيضرب لما يستقبل، هيضرب لما يستقبل. فهي المعلومه صحيحه، اي شيء بالدبل كوتيشن ما بيفرقش معنا في البرمجه، لكن المشكله كلها الحقيقيه ما بيفرقش معاك هنا اهو، فالبايثون هيعدي مش هيفرق معاك لو ما بيفهمش الكلام ده، ولا بيفهم البروبرتيز دي ولا الكلاس ولا الكلاستر ولا مش عارف ايه، ما بيفهمش الكلام ده، ملوش في الكلام ده. هو بيبعت للمسؤول، المسؤول مين يا عم في القصه دي؟ المسؤول هو الاورينت، فالاورينت هتشوف شغلك. طب الاورينت كيس سنسيتيف؟ يبقى خلاص، يبقى هتضرب لو انت مش ماشي تبع قواعد. لا دي مش كيس سنسيتيف، خلاص هتقبل على حسب بقى ايه الحال. تمام، فاحنا هنا غيرنا عشان نشوف ده، غيرنا عشان نشوف ده. طب انا قبل كده كنت بكتب في الاورينت حاجات كابيتال وحاجات سمول، اغلب الحاجات شغاله كابيتال او سمول عادي. تمام، اغلب الحاجات، في بعض الحاجات بتفرق لكن اغلب الحاجات ما بتفرقش، يعني في شويه حاجات كده ملاحظات استثناءات، لكن هي مش سنسيتيف لكن في استثناءات. هنشوفها مع بعض ان شاء الله. لما عملت كده رن قال لي انا على 500، وقال لي I cannot create the properties on Orient database now، انا مش قادر اكريت الداتابيز دي البروبرتيز دي. طيب احنا كنا كاتبين ايه؟ عاملين جيسون وبعتين البروبرتي تايب والنوع البيانات وكله سليم، واخر حاجه احنا قفلنا وبعتين الاوس ولا مش بعتين الاوس، وبعتين الاوس وكله تمام. كاتب انا ايه هنا على 2480 بروبرتي، ودي بلاب الداتابيز بتاعتنا واسم الايه البتاع ماشي، كوما اوثرايزيشن روت وباس. انا براجع طبعا عشان اشوف السهو عندي اللي جه فين. امبا اي دي انا قايل له بيساوي، عملت اوبجكت الاوبجكت بروبرتي تايب تا 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 تا. الله، طب ما تيجي رجعنا في الاستريم كده. مش دي اللي مالهاش علاقه، في حاجه تانية فايتانا يا شباب. طيب ارجع كده، اعمل ريفريش عشان اتاكد ان هو هناك ما كريتهاش ولا حاجه، لان هي هنا جايب 500 دي معناها اصلا معناها سيرفر ايرور، معناها سيرفر ايرور يعني او اوريدي اكزيست، ممكن بتحصل في حد اللي عنده 500 مش عارفين. بعت الام باي دي، لاحظين الام باي دي راح بس بعد كده ما راحش حاجه ثانيه. احنا كنا عاملين اللي هي الترند مول اللي هي من الايميل، معلش يمكن كانت الايميل، تعالى كده 201 201 يعني كريت، يبقى يرجع لي 201، يبقى فرقت معايا ان هو ال قولوا معايا فرق معايا الكابتن وسمول في انواع البيانات. تعال نرجع تاني نتاكد، بسم الله اهم جم، فرقت معايا الكابتن وسمول في انواع البيانات، بعت هنا سمول ما فرقتش، كابتن ما فرقتش، لكن في انواع البيانات فرق معايا لما بعت له كابتن او سمول، يعني دي علقتني ما مشيتش معايا. نوع البيانات لما جربته بشكل سمول ما مشيش، لازم ابعته كابتن. تمام، طبعا هتضطر تجرب بقى الحاجات اللي هي بتبقى حساسه شويه في انواع البيانات، لان خدوا بالكم هي المشكله كلها في الاورينت هي مش حساسه بحل في حد ذاتها، بس مشكلتها كلها ان هي مبنيه بالجافا.
تمام. وجافا كيس سنسيتيف اصلا، الجافا كيس سنسيتيف، فالاوامر المتعلقه بلغه الجافا هي بس اللي سنسيتيف. الاوامر المتعلقه بها هي مش مشكله. يعني يعني مثلا عشان الموضوع يوضح الحته دي، انا خلاص هو دخلت بيانات طلع رحت على براوس كده وكاتب كده، تقولي بكتب كده دايما، انا بكتب كده سيلكت فروم ام صح. لاحظوا ان انا كتبت كابيتال لمين للحاجات الكلمات الاساسيه سيلكت وفروم وام ده اسم الكلاس، فزي ما انا كاتبه كتبت زي ما انا كاتبه كتبت. الجمله دي فيها اي حاجه تخص الجافا؟ مفيش حاجه تخص الجافا خالص تمام، لان دي جمله اساسيه مبنيه للاورينت خاصه بالاورينت. لو جيت عملت ران اشتغل. طيب جيت قمت عامل كده ام اسم الكلاس سمول اهي اشتغل، ماليش مشكله. طب تعالى كلمه فروم عملتها سمول، ودي كلمه من الكلمات الاساسيه ليها اشتغلت برده ما عنديش مشكله. طب كلمه سيلكت تعالى نعملها سمول تمام رن يا عمي مفيش مشكله. يعني بص سيلكت فروم ام كلها سمول، اول كلمه كابيتال وباقي سمول، طب اخر كلمه هي بس السمول، طب كله كان كابيتال، طب كله شغال تمام كله شغال. ليه؟ لان الاوامر دي اوامر غير متعلقه بلغه الجافا اللي هي مبنيه بها مين؟ مبنيه بها الاورينت داتابيس. لكن الداتا تايبس ضربت، اه ضربت الداتا تايبس. ليه ضربت الداتا تايبس؟ لان الداتا تايبس دي اصلا هي الداتا تايبس بتاعه الجافا، فالاورينت هنا بتسلم بلغه مين؟ بلغه الجافا. حتى هتلاقي كل انواع البيانات دي كده نصا هي هي، وممكن الكلام ده انا نويت عنه، هي هي انواع البيانات هي واخدها من الجافا، هي ما الفتش انواع بيانات كتير جديده. قالت لك انا هبني بالجافا، طب ما كل انواع البيانات اللي في الجافا مغطياني وهبقى ساتسفايد وهيبقى الدنيا كويسه. ولذلك زي ما احنا شايفين رفضت حته انواع البيانات لان هي هتحولها لحاجه ثانيه اللي هي جافا اللي هي كيس سنسيتيف